باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصر فبهت كل الجمع وقالوا أليس هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف إذن تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يصيرون قضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله.